سبور الموسيقى الأخبار وزفن ثن معك التصوير سبور الموسيقى الأخبار وزفن ثن معك التصوير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا إلى سياسة فهم. إذن باش نتحدث على الانتخابات الأمريكية والنتائج غير المتوقعة، ثم اللي يقول كارثية، ثم اللي يقول جلسات سياسي في العالم. إذن أكيد ما زالت الأيامات القادمة باش توضح الصورة السياسية سواء على المستوى الإقليمي ولا العالمي ولا كذلك حتى المحلي، بما أنه ثم تداعيات حتى على تونس لهذه الانتخابات. إذن ضيفنا الأول سيكون الأستاذ محمد ضياء أمامي، الإعلامي المتواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا بك. إذن لو تحطنا في الإطار كيفاش تغيرت المعطيات، إذن كنا نتابع لحظة بلحظة ربما سير الانتخابات منذ الحملات الانتخابية وكذلك جلسات النقاش والحوار والمواجهات بين كلينتون وترامب، وواضح جدا أنه كان كل المعطيات والمؤشرات تشير إلى فوز ربما قد يكون كبير لهيلاري كلينتون. السؤال، ما الذي تغير وما الذي غير ربما ترامب في استراتيجيته وغير المعادلة بهذه الطريقة؟ بالضبط كما قلت، بالنسبة للصبر الآراء وكل المؤشرات، كان حتىش البارح 8 متاع العشية توري أن هيلاري كلينتون كانت عندها في حدود 80% من يعني من الحظ أني باش تحصل على منصب رئيس الجمهورية، ولكن ما يعني الوقت اللي تسكر مكانه بالتصويت وبدأ العد، تم اكتشاف انه بالعكس هو ترامب هو اللي عنده اكثر حظوظه، ويعني وفي الاخر هو اللي ربح المنصب. كنجيو نشوفوا من ناحيه الاستراتيجيه، نلاحظوا انه دونالد ترامب ركز اساسا على المناطق غير الحضاريه، كنا نجم نقولوا يعني خارج المدن، ركز على الطبقة الوسطى والشغيلة، بينما هيلاري كلينتون يعني ربحت في أغلبية المناطق المدنية الحضرية في يعني في المدن، وفما حتى يعني بعض الأخطاء من ناحية الاستراتيجية الانتخابية لها، يعني فما ولاية ويسكونسن اللي هي ما مشتلهاش يعني أصلاً خلال الحملة الانتخابية، بينما هو من المفروض أنه المرشحين يمشيوا لكل ولاية ويقوموا بحملتهم في كل ولاية. بالنسبة للنتائج كانت صدمة كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي، يعني اللي ما كانش يتوقع أنه الحزب الجمهوري قادر أنه يتحصل في نفس الوقت على رئيس الجمهورية وعلى الأغلبية في الكونغرس، يعني يسيطر على جميع الدولة. هو اللي برونستيك وربما التيار كامل ماشي إلى الحدود أنه في وقت من الأوقات حتى الحزب الجمهوري كان يفكر أنه بشي يغير المرشح متاعه في وقت من الأوقات. بالضبط يعني في مرحلة ما وقت تشارشت يعني بعض يعني الفضائح المتعلقة يعني كلام اللي قاله ترامب في خصوص امرأة وكذا، يعني فما العديد من القياديين في الحزب الجمهوري اللي يعني ندوا بالكلام نتاعه، وتم اجتماع وقتها في نفس الوقت في 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 واشنطن وبين قدم الحزب الجمهوري، وكانوا يتناقشوا فيما يخص هل انه فما امكانيه ولا لا لتغيير المرشح الجمهوري. يعني في حد ذاتهم المرشحين ما كانوش يساندوا بصفة علنية، ممكن بصفة سرية كانوا يساندوا، ولكن بصفة علنية مع عدد كبير منهم اللي ما كانش يساند دونالد ترامب، وهذا اللي دخل يعني الأمور البارح تكون غير منتظرة. ثم برشا معناها وعود وعدها ترامب، منها خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين، والأكيد أنه الآن الجالية العربية والمسلمة في أمريكا ستعاود حساباتها من جديد، والأكيد أنه الوضع سيتغير بالنسبة إليه. بالضبط، هو اللي يقوله دونالد ترامب، ويعني حتى ممكن الوزير الخارجية الأمريكي اللي بشي يجي بشي يدعي ممكن في الأشهر القادمة
واللي نعرفه ما يحكيوش كان على يعني الجاليه العربيه او الجاليه المسلمه، يعني حتى بالنسبه للجاليات الاخرين كما الجاليه المكسيكيه اللي هما طرحوا انه يبنيوا جدار كامل، جدار عازل في الجنوب باش يمنعوا العباد من يجيو للولايات المتحده الامريكيه، واللي هو مبني على اساس من ناحيه على اساس يعني فكر انه الخط يعني المشاكل اللي يعيشها المجتمع الامريكي سواء من مشاكل امنيه او مشاكل بطاله، سبب هو سبب يعني سبب فيه هو المهاجرين. واللي صار هو اكيد مش الجاليه السلوفاكيه على الاقل، لكن مش الجاليه السلوفاكيه بما ان تو سيد البيت الابيض ستكون من جذور سلوفاكيه. بالضبط بالضبط، هو يعني اصلا حتى صارت يعني نقاشات كبيره، يعني هو اصلا دونالد ترامب اذا كان نرجعوا لل يعني الجدود يعني الجيل الثالث هو بنلقى منهم مش نلقى منهم حتى حد امريكي، يعني اباء امريكيين ولكن ولكن يعني جدود ما همش امريكيين. وهو اكثر من هكا اللي هذه السياسه المعاديه للمهاجرين في نفس الوقت امتزجت بسياسه معاديه للاسلام فيما يخص لل يعني سياسه يعني نظرته للشرق الاوسط. يعتبر انه الاسلام هو الكلمه اللي استعملها هو الاسلام الراديكالي، ولكن يقول انه ما نجموش نفرقوا بين ما هو الاسلام وما هو الاسلام الراديكالي. يقول انه يمثل خطر بالنسبه للامريكا وانه يزلنا ان ناخذوا حذرنا وانه نقوموا من يعني نسكر بين ظفرين الابواب تجاه كل من يجي من البلدان هذه. ويقول انه في نفس الوقت انه يعني هذا بالنسبه لترامب، ولكن المرشح المنصب وزير الخارجيه يقترح انه تصير مراقبه للمسلمين المتوجهين في امريكا، يعني غير المهاجرين اللي جاوا مقيمين سواء كانوا عندهم الجنسيه الامريكيه او ما عندهمش. ويعني الفكره انه اذا كان يلاحظوا انه ما شكوك فيما يخص اي شخص، اذا كان عنده الجنسيه الامريكيه يتم سجنه، واذا كان ما عندوش الجنسيه الامريكيه يتم يعني ترحيله. وهذا يعني اثار يعني غضب من العديد من من, من, من الاشخاص، ويعني كان رد هذا من قبل رئيس الجمهوريه الامريكيه الحالي. ولكن الحاجه اللي لاحظوها في نفس الوقت انه يعني هو عنده خطاب معادي، ولكن في نفس الوقت يتحدث على حلفاء في المنطقة، ويقول أنه التدخل أمريكا في المنطقة الشرق الأوسط يجب يكون عن طريق الحلفاء. وهنا اللي نستغربوه أنه يعني في نفس يعني ينه هو ينتقد شفاء لدى السياسة الخارجية للسعودية ودورها في المنطقة، ولكن في نفس الوقت نلاحظوه أنه يعني ممكن في الثلاثة أشهر الأخير تقابل مرتين مع عبد الفتاح السيسي مصر. ونلاحظوا أنه يعني الملك عبد الله الثاني من الأردن يبقى ديما من أهم الحلفاء الأمريكان. يعني لهنا ترامب يعني والسياسة الخارجية نتاعو ركز على تحالف مع بعض الحكومات، مش نقول الشعوب او البلدان، اللي غرض المساهمه في يعني او القيام الحاضر ضد الارهاب دون الخضوع بشكل يعني دون نعم. دون يعني الخضوع دون يعني يؤدي مساهمه الولايات المتحده الامريكيه في الحرب الى العديد من الخسائر. هو يعني مشكله ترامب هي ديما انه يقول انه وقت امريكا تشارك في حرب تشارك تخسر وما تربحش. يعني يعني هذه بالنسبه شنو هو نظره ترامب تجاه يعني الاسلام والجاليه يعني الجاليه المسلمه نعم. والعربيه. سي محمد اللي يشوف معناها السي في نتاع الرئيس الجديد لامريكا دونالد ترامب يشوف بلي هو زيرو بوليتيك تقريبا، ما عندهاش كارير بوليتيك، معناها تقريبا ما عنده حتى مسار سياسي التحق بالسياسه. وهنا تساؤل كبير عن دور المال ورجال الأعمال في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كيف يمكن لشخص معناها حديث العهد بالسياسة أن ينتصر على هيلاري كلينتون وما أدرك؟
بالضبط. هو احنا معناتها في تونس صار ثم تجارب النوع هذا مش كما رئيس الجمهوريه، ولكن لاحظوا انه يعني في العالم كامل كما صار مثلا في ايطاليا برلسكوني وغيره، اما سياسي فما رجال اعمال اللي عندهم اموال اللي يحبوا يستثمروا اموالهم في الحمله الصحيه زي اللي قام به ترامب. ولكن في نفس الوقت ما هو هذا ما يعنيش انه ترامب هو اكثر رجل اعمال اللي هو اكثر سياسي اللي يخضع ل يعني لتاثير راس يعني راس المال والامريكي. بالعكس دونالد ترامب يقول انه بنظرا انه يعني فري ما يستحقش لاموال غيره، وهذا ما جعل منه سياسي مستقل تجاه راس المال السياسي الامريكي. وينتقد هيلاري كلينتون نظرا وانها تلقت العديد من الاموال اللي في يعني في بعض الاحيان كانت مشبوهه كما يعني كما اموال تلقتها من 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 المنظمات السعوديه وقطريه وقت كانت وزيره خارجيه، ولهنا فما مشكل تضارب مصالح، وقال كما الاموال تلقتها من بعض البنوك لاداء خطابات. يعني على عكس ما يبدو لهنا بالنسبه لتاثير المال السياسي ترامب يعتمد يعني لهنا هي بالنسبه لي هو نقطه قوه، يقول انه ما يستحقش وما يمكنش تاثير عليه بالمال السياسي. وهذايا يعني جد تاثر في الخطاب نتاعه، ولا يعني عنده نوعا ما خطاب موجه الى 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 الى, إلى, إلى, إلى عامه الشعب ويستهدف يعني النخبه اللي هي تتلقى في الاموال هذه واللي هي يعني تاثر بطريقه كبيره بالمال السياسي في امريكا. وهذا ممكن اللي خلاته يتحصل على العدد الكبير من الاصوات. ممكن في مرحله اولى في الانتخابات كنا رينا المرشح بيرني ساندرز مرشح الحزب الديمقراطي الاخر اللي كان عنده خطاب في النقطة يعني بالنسبة للنقطة هذه خطاب عنده بعض يعني شبه شوية خطاب ترامب من ناحية انتقاد دور المال السياسي في أمريكا، ولكن ما نجمش يواصل دونالد ترامب نظرا وأنه الحزب الجمهوري يفضل يرشح هيلاري كلينتون اللي عندها يعني قبل الخدمة كوزيرة خارجية كانت يعني السيدة الأولى بأمريكا وقت بيل كلينتون كان وكانت يعني عضو في الكونغرس. قالوا أنه ممكن الأفضل أن نحافظوا على حلفائنا داخل المنظومة السياسية والمالية، وعلى ذلك ديمقراطيين يعني فضلوا هيلاري كلينتون على برني ساندرز، وممكن هذاك كان الخطأ الكبير نتاعهم خاطر في الوقت هذاك كان صبر الآراء يوري أنه برني ساندرز هو كان الوحيد اللي قادر أنه يربح ضد ترامب نظرا وأنه عنده خطاب مشابه واللي هو يندد بدور دور المال السياسي في السياسة الأمريكية. بايسي محمد ضياء، سؤال أخير وهو ربما قد يكون معناه سؤال كبير وسؤال خطير. قال الرجل معناه كيف لنساء أمريكا أن يصوتوا لهذا الرجل بين ظفرين معادل للنساء واللي عنده نظرة دونية للنساء وعلاقته واضحة مع النساء، رجل متجوز بثلاث مرات تقريبا كلهن عارضات أزياء وممثلات وعلاقات ممتدة مع النساء، كيفاش يمكن لهذه الشريحة الكبرى معناها من النساء في أمريكا أن تصوت لدونالد ترامب؟ هو سؤال وجيه، ولكن ان الجواب نتاعو نجم يكون نوعا ما بسيطه. لهنا فما الحاجه اللي النظر اللي عندنا ممكن كتوانسه او ك يعني عبيد عايشين في يعني في بلد معناتها ماهوش عصري كما امريكا، نعتقد انه حريه المراه هي اولويه في امريكا. ولكن اليوم نظرا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي يعيشها المجتمع الأمريكي تصبح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ممكن أهم من مسألتها، لأنه رئيس الجمهورية يعني كان عنده تاريخ معين مع المرأة أو لا، أو كان عنده خطاب معين مع المرأة أو يعني تجاه المرأة ولا لا. ترامب ركز على الخطاب هذا، ركز على خطاب
الاقتصادي والاجتماعي على خلق مواطن الشغل بتشجيع رأس المال الأمريكي باش يعاود يرجع لأمريكا باش ما يستثمرش في بلدان أخرين، يعني حماية بين ظفرين الأمريكان من المهاجرين. وهذا الخطاب يعني بشكل يعني ما كناش حد ما كان يتوقعه، يعني خلاه يربح يربح عدد كبير من التصويت. ولكن تنجي نشوف وراه فما راهي نسبة بين هو بين بين كلينتون من ناحية عدد الأصوات هو 1% فقط. ولكن نظرا أن المنظومة الانتخابية في أمريكا مختلفة بشكل جذري يعني الفرق يظهر أكبر. ولكن ممكن يعني هذه رأيي من ناحية يعني أولية، ولكن نتصور أنه هذا يعني السؤال طرحته أنت عدد كبير من الأمريكان مش يحاولوا يجاوبوا عليه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة والأشهر القادمة. ودينا حنسينا يعني يعني في مقالة بس البارح في نيويورك تايمز كتبوا يعني اقتصادي كبير بول كريغمان يحكي قال هذه أمريكا ما احنا بدنا ما نعرفوش، يعني الشعب الأمريكي بحد ذاته مستغرب من نفسه وما هوش قادر على فهم الظواهر هذه. يعني نتصور صعيب أن واحد يعطي جواب قاطع، ولكن كما قلت نتصور السبب الأساسي هو أنه تم تفضيل الخطاب اللي 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 مركز على حقوق الاقتصادية والاجتماعية على يعني غيره من أنواع الخطاب اللي مع رئيس الجمهورية. شكرا لك سي محمد ضياء همامي على كل هذه الإفادات، حدثتنا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عن الانتخابات الأمريكية إذن وفوز دونالد ترامب. هل أخطأ الشعب الأمريكي في اختياره لترامب؟ هذا السؤال وغيره سنطرحه على الأستاذ سامي إبراهيم. سي سامي أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا مرحبا بك. شكرا لك سي سامي. إذن نعود السؤال، هل أخطأ الشعب الأمريكي؟ كل ربما مؤسسات تبرر الآراء، كل ربما سياق كان يدفع إلى انتصار ساحق ربما لهيلاري كلينتون، والمفاجأة جاءت على ما غير ما ينتظره الجميع. الأكيد أنه نتحدث اليوم على زلزال سياسي على المستوى العالمي، كيف تقيم الأمر الآن وما هي ربما الدوافع اللي دفعت الشعب الأمريكي لهذا التحليل؟ أنت تدرس الظاهرة الإرهابية وفي السيراس عندكم نواة لدراسة هذه الظاهرة، هل لهذه الظاهرة تأثير على الانتخابات الأمريكية؟ يعني هو في الواقع السؤال هل أخطأ الشعب الأمريكي أم أصاب بانتخابه لدونالد ترامب، يعني هو السؤال الذي يجب أن يطرح، ما هي الهواجس التي تعكس هذا الانتخاب؟ يعني لماذا في الواقع يجب أن يطرح السؤال، لماذا أغلب دول العالم قلقة من هذا الانتخاب بينما أغلبية الشعب الأمريكي ينتخبون في هذا الاتجاه؟ هناك من يعتبر أنه خطاب الحملة الانتخابية دغدغ مشاعر الشعب الأمريكي، يعني هذا الخطاب الذي ركز على الشأن الداخلي وعلى يعني قضايا الداخلية للأمريكان ودغدغ في الأمريكان هذا الإحساس بأمريكا القوية، أمريكا العظيمة، سعادة مجد أمريكا. كان هناك نوع من الخطاب السلبي تجاه المهاجرين، تجاه العرب والمسلمين، تجاه الإرهاب، تجاه يعني توريط أمريكا في صراعات لا تهم مصلحة أمريكا. يعني كل هذه المعطيات المتداخلة الواقع دغدغت في الأمريكان. عديد التقارير تقول يعني مشاعر الأمريكي الأبيض القوي، أمريكا المتميزة، العرق الصافي، يعني كل هذه المعطيات وقع دغدغتها من خلال الحملة الانتخابية، خطاب الحملة الانتخابية، مما يؤكد أن الأمريكان في داخلهم هذا النزوع نحو يعني استعادة موقع متقدم لأمريكا أفضل يعني من الموقع الذي تركه الديمقراطيون، أمريكا التدخلية، أمريكا التي تغامر بمصالح الأمريكان.
يعني كل هذه المعطيات والسياقات الحافة يمكن أن تكون مدخل لفهم هذا الذي وقع والذي وصفه البعض بالزلزال أو بالصدمة. سي سامي حبيت نسألك مباشرة، يعني هالسردية، هذه السردية الإرهابية الداعشية، هل من شأنها أن تنمي سرديات متطرفة لدى الغرب؟ نشوفه كذلك مش كان في أمريكا بركة، البريكسيت في بريطانيا وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الصعود المتنامي لليمين في فرنسا وفي كل مكان تقريبا، ما يكونش هذا رد فعل على هالسردية الجديدة هذه بتاع الإرهاب وربما شعور الغرب بعدم الإطلاع؟ ربما يعني الإرهاب هو التعبير القصوى لهذا الخوف، لكن يضاف إلى الإرهاب قضية المهاجرين، قضية يعني الهوية، هوية الغرب، هوية أمريكا، هوية فرنسا، هوية الدول الأوروبية المهددة ليس فقط بفعل الإرهاب بل كذلك بفعل هذه الهجرة الكبيرة، بفعل يعني التداخل الثقافي، هذا الملتينج بيبل، هذا الشعب المتداخل المتعدد يعني ثقافيا. يعني التيارات الديمقراطية تعتبر هذا ضرب من الأسرى، تيار اليمين عموما واليمين الجديد على وجه الخصوص يعتبر أنه هذا يهدد الهويات ويهدد يعني الثقافة الأصلية للشعوب، شعوب الغرب. يعني قضية الإرهاب نعم هي موجودة بشكل بارز، ولا يجب أن ننسى أنه داعش هي بشكل ما من مخرجات السياسة الأمريكية الخارجية في المنطقة. داعش يعني قيادات داعش تخرجوا من السجون السرية التي أقامتها أمريكا في العراق وفي غير العراق. يعني فكأن الإرهاب هو يعني العدو الذي صنع في سياق هذه السياسات الأمريكية، الغزو الأمريكي للعراق مثلا، التدخل العراق في المعادلة، التدخل أمريكا في المعادلة السياسية في العراق، ويعني تزكية نظام قائم على المحاصصة الطائفية. يعني فكأنه هناك خوف من أن يرتد الإرهاب في وجوه الأمريكان في الواقع. سي سامي كانت لك اليوم تدوينة وأثارت نقاش حاد خاصة بينك وبين الإعلامي برهان بسيس، يتهمك بشكل من الأشكال ربما بالعنصرية عند حديثك عن ربما ارتداد الأمريكان إلى رعاة البقر، لو توضح. يعني هو في الواقع فهم التعليق كان فهما مشوها، رغم أنه تدوينة واضحة لم تشر إلى أي معطى جيني أو معطى طبيعي للشعوب، ليس لها ماهيات جاهزة معطاة تحددها الجينات، لكن هناك معطيات ثقافية. والسؤال الذي طرحه الكثير من المتابعين كان يفترض أنه زلات اللسان الواردة في الخطاب الانتخابي لدونالد ترامب، خاصة إهانته للسود وتحرشه بالنساء وإهانته للعرب وللمسلمين وتهديده بيعني أن تكون أمريكا يعني بلدا صافيا نقيا من كل الشوائب الثقافية والعرقية وما إلى ذلك، كان يفترض أن يخيف هذا المجتمع الأمريكي، لكن على العكس من ذلك هذا يعني غذى ألهب مشاعر الأمريكيين الذين اصطفوا الانتخابي. هذا يؤكد أن هناك لا شعور جمعي لدى الأمريكان، يؤمن بأمريكا موحدة قوية صافية نقية لها دور ريادي وقيادي في العالم، وكل هذه يعني نزعة موجودة لدى الأمريكان، موجودة لدى الإنسان الأبيض، تذكر بالشعوب التي غزت أمريكا ويعني استأصلت الشعوب التي وجدتها، الشعوب الأصيلة، ما فعل مع الهنود الحمر ومع غيرهم. يعني فهناك لا شعور ساوي مختزن لدى يعني الأمريكان حركه دونالد ترامب. وفي الواقع هذا الكلام يعني تردد على ألسنة الكثير من المحللين والكثير من الذين تابعوا وحاولوا أن يحللوا شخصية الناخب الأمريكي وشخصية المترشح الأمريكي. يعني اليوم نتأكد أنه الانتخابات لا يحركها وعي سياسي، يعني كيف لخطاب شعبوي بالمعايير العلمية لتحليل الخطاب
لا يتوفر على العناصر التي تجعل منه خطابا جديا مسؤولا. أكثر من هذا سي سامي، أكثر سؤال كبير معناها الأكيد أنه قاعدة كبيرة من النساء صوتت لترامب وهو معناها معادي للنساء ومعروف علاقاته مع النساء. نعم هذا يؤكد أنه النساء في أمريكا الناخبات يعني وعي الناخب عموما يريد يعني رجل قوي فحل يعيد إنتاج سردية الأمريكي الأبيض القوي الوسترن الذي يعني يحافظ على المصالح الذي يدوس على الجميع من أجل أن يحافظ على مصلحة أمريكا. يعني كل هذا كل هذه السردية لم يتحرر منها الوعي اللاوعي الأمريكي على الأقل، وحتى الوعي الذي قاد إلى العملية الانتخابية. نعم. اليوم الجميع يؤكد ما قيل عن أن الانتخابات لا يحركها الوعي السياسي، وأن الناخب عندما يتقدم إلى صندوق الاقتراع يتقدم بكل ما فيه من تفاعلات وجدانية. نعم. وردود أفعال يحركها لا شعور فردي ولا شعور جمعي، ليست عملية واعية. هي عملية في جانب منها لا واعي تحركه تلك النوازع. نعم. شكرا لك أستاذ سامي إبراهيم الباحث والإعلامي كذلك، بما أنه عنده برنامج في القناة تونس الثقافية. سي سامي شكرا لك، ما زلنا مواصلين. كاميليا جبران عن إنسان نوصل معاه لضيفنا الثالث، نتحدث كذلك على الانتخابات الأمريكية وفوز دونالد ترامب. ثم تعليق طريف لشيخ فلسطيني لمراسل الجزيرة في فلسطين، قال الشيخ على إيش بدنا نفرح ولا نزعل، واحد خل واحد خردل. في الأخير هذا هو، هذه الحدوتة في الأخير معناها هيلاري كلينتون وإلا ترامب، في الأخير هما نسخة ربما واحدة ولا ربما وجه وقفة لعملة واحدة. إذن معنا على الخط الأستاذ بولبابا سالم. سي بولبابا أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك خويا محمد، تحياتي ليك لكل مستمعي راديو وظيفة فهم. شكرا لك. إذن نخلي لك التعليق. لأكيد أنه ثم زلزال صدمة، ثم ربما شوك للعالم أجمع، للأمريكيين، ربما لمحبي السلام، ربما للعرب، للمسلمين، لكل العالم تقريبا، هذا النمو وهذا التصاعد للخطاب المتطرف والوعود المتطرفة صعدت في أمريكا وربما قد تكون ستصعد في أماكن أخرى من العالم. صحيح، هو ربما سي محمد احنا دائما العرب ننتظر الفرج والخلاص من الخارج. وقلت أنا ديما العرب الذين ينتظرون الفرج من البيت الأبيض تنتظرهم دائما أيام سوداء. والمفارقة العجيبة، صحيح لأول مرة الأمريكان ينتخبوا شخص من اليمين المتطرف، يعني دونالد ترامب هو صقر من صقور الحزب الجمهوري وهو من اليمين المتطرف، وهذا معناه حتى الأوروبيين يصنفون على هذا التصنيف، أنا مشكل العرب فقط. مواقف متطرفة جدا، لكن ربما علاش لماذا فاز ترامب؟ هذا السؤال هنا، لماذا انتخب الأمريكيون دونالد ترامب؟ دونالد ترامب برأيي كان معناها واضح جدا، هو كان بعيد عن عالم السياسة، هو رجل الأعمال يشتغل في العقارات، ملياردير معروف جدا معنا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الملاهي إلى غير ذلك، في بناء الملاهي يعني وتنظيم مسابقات ملكات الجمال وبناء ملاعب الجولف، العقارات الكبرى في العالم كله مش كان في الولايات المتحدة الأمريكية. معنا بعيد على العالم، على المؤسسة رجل شيخ، معنا شيخ وفي الأخير نسأله ايش جابه للسياسة معنا. صحيح، هو متمرد كشخص، متمرد حتى في مواقفه، والأمريكان يحبوا الشخص المتمرد. الأمريكان ملوا من حكم ربما الحزب الديمقراطي لمدة 8 سنوات، من الصعب جدا باش يفوضوا الحزب الديمقراطي لولاية ثالثة معناها جديدة، ولو تغيرت الأسماء هيلاري معناها مقارنة مع أوباما. لكن هنا زاد كيف فما حاجة أخرى، أن الخطاب بتاع دونالد ترامب ضمن في الحملة الانتخابية بتاعه، بعد حتى المناظرات اللي صارت، بعد حتى المواقف بتاعه، فما ميل كبير برشا حتى من الولايات اللي كانت قبل تساند الحزب الديمقراطي، ميل نحو او صوتت لفائدة الحزب الجمهوري ودونالد ترامب. علاش؟ خاصة هذه من الطبقات المتوسطة، نجم نقول معناها كيفاش انت الطبقات المتوسطة واصحاب البدلة الزرقاء كما يقال، مصانع، اصحاب المصانع والعمال وغيرهم، يساندوا شخص او رجل ملياردير يركب الطائرة الخاصة ويقود اليخوت الفخمة، معناها شخص في قمة الرأسمالية، أو هو كرأسمالي متوحش، نقول معناها هو
ماركس يقول بأن الإمبريالية هي أعلى درجات الرأسمالية، هذه يجسدها الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ترامب. هنا علاش انتخبوا هذا ترامب؟ خذا معناه كل خطابه كل لغة معناه بقول أنا باش يمشي في سياسة الانكماش. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعاني من مخاطر متعددة، مخاطر من المهاجرين، مخاطر من حتى من الإرهاب، مخاطر اقتصادية، والناس هذوما حتى بعد الأزمة الاقتصادية بتاع 2009 ما خذوش معناها نصيبهم من الفراج نتاعها، فبالتالي وحملوا المسؤولية هذه الحزب الديمقراطي. الحاجة الأخرى كيف هذا الخوف؟ راهو هنا الرأسمالية تبدأ من 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 حب الحياة كما يقال هي كفكرة. الآن أصبحوا يخافون على مصيرهم وعلى حياتهم. ولمن يميلوا هنا؟ يميلوا دائما لأصحاب الخطاب العنصري، لأصحاب الخطاب القوي القومي اللي يحمي. تشوف أنت خطابات ترامب أنا في الحملة الانتخابية، انتقادات لذعة واحتقار حتى للمسلمين، لللاتينيين معناها الأمريكا اللاتينية، للسود أنفسهم، لأنه دونالد ترامب يعرف جيدا أن الجنس الأبيض أو الأمريكيين معناها الأصليين أكبر حجما على مستوى القاعدة الانتخابية من هؤلاء، معناها لو كان صوتوا كل الأقليات ضد ترامب ما هو باش كان تصرف في النهاية. وهذا اللي هو كان يحسبه جيدا، ربما حتى في القاعدة الانتخابية عند بعض الديمقراطيين ما كانتش بالصورة هذه. إذا كان هناك نوع من انتخب ترامب مش للسياسة الخارجية، هو بالعكس في السياسة الخارجية دائما يقول علي الاهتمام بالمواطن الأمريكي، علي الاهتمام بمشاغل المواطن الأمريكي. السياسة الخارجية قال الأمريكان فدوا من يتدخل في السياسة الخارجية للدول. إذا هناك الانكفاء والانكماش هذايا ربما هو اللي خلى الأمريكان باش ينتخبوا ترامب لهذا الخطاب. أنا الخطاب لازم تقول القوم من خطاب المتطرف اللي يسعى لحماية الأمريكان، الحماية هم يريدون الحماية. وانت شوف حتى نساء محمد جستمو هذا سؤالي الأخير، كان تسمح تم المعطيات وإحصائيات الآن تقول بلي 42% من الأمريكيات انتخبوا ترامب، في حين 54% انتخبت هيلاري كلينتون. طبعا هناك لما تشوف نسبة كبيرة من الأمريكيات المرأة الأمريكية انتخبت دونالد ترامب، وهو رجل يحتقر المرأة معناها في خطاباته وفي كلماته وفي العديد من التصريحات، وحتى شفناه معناها عنده قضايا عديدة بتاع التحرش وجبدوها له في المناسبات الغيرة الانتخابية وفي المناظرات. المرأة الأمريكية بصفة عامة تميل، هي مرأة معناها تميل للرجل المنفعل والقوي، معناها وهو يمثل هذايا حتى في المناظرات. كل رجل تلقائي، هو تلقائي جدا فيها، مش كما كل الرجل الأمريكي السياسي كل خارج من المدرسة الأمريكية القديمة اللي يوزن الكلام دعه. لا لا، ترامب شخص تلقائي جدا، يتكلم معناها بطريقة تقريبا هنا كما قلت تلقائية. والأمريكيات زادة كيف ما ننساش إلا في المشروع أو في البرنامج الانتخابي بتاع دونالد ترامب. في مشروع معناها لإلغاء أو لمنع الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه مهمة جدا، يعني هو بالعكس يسعى إلى الحفاظ على تماسك الأسرة رغم تاريخه فيها، لكن على كل حال هو عنده مشروع وما يحكم البرامج ما يحكمش السيرة الشخصية بتاعه، وحتى السيرة الشخصية بتاعه إلى ركيلته مش نظيفة برشا. شكرا. على كل حال الخلاص دائما ليس امريكيا، هو صحيح ان ايام صعبه تنتظر العالم، والعالم بعد 9 نوفمبر ليس العالم قبل 9 نوفمبر مع دونالد ترامب. شكرا لك استاذ بولبا سالم، كما نشكر الاستاذ سامي ابراهيم وسي محمد ضياء امامي لاث وحست اليوم تحدثنا على الانتخابات الامريكيه. الاكيد زلزال سياسي كبير، لكن في الأخير أنا أقول إنه السياسة الأمريكية مبنية على المصالح الأمريكية، مهما يكون قائد السفينة لا يمكن أن يحيد إلا على المصلحة الأمريكية، وهنا قد تغير نوعا ما المعادلة. هيك نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من سياسة فهم، مع تحية سبور الموسيقى الأخبار والزفن سن معك التصوير سبور الموسيقى الأخبار وزفن سن معك التصوير.